انا اتنصب عليا وانت هيتنصب عليك لو ما كملتش الفيديو للاخر. اولا كده اي شغلانه تلاقيها سهله جدا وبفلوس كتير اكيد بنسبه 99% نصب. زي ايه؟ اولا اي بوست على اي جروب على الفيسبوك بيقول لك فيه محتاج ناس تشتغل معايا وتكسب مش عارف 3000 جنيه في اليوم او 20000 جنيه في الاسبوع، واللي مهتم يحط لي تم في الكومنتس او يبعت لي في الانبوكس نصب. غالبا هيبقى الشغل حاجه من دول، يا اما هيقول لك انا عندي منتجات عايزك ترفعها لي على الماركت بليس على الفيسبوك، كل منتج هترفعه لي بقى هديك عليه فلوس، والجو ده نصب جدا. وانا شخصيا قلت اجرب مش هخسر حاجه وقفلوا لي الماركت بليس خالص. مدى الحياه، اي شغل تافه يتعمل بمنتهى البساطه ويقول لك عليه فلوس كتير قوي، زي مثلا انك تحول لي شويه صور لبي دي اف وتاخد على ال 50 صوره $1000 نصب. اي شغل داتا انتري سهل جدا وبفلوس كتير غالبا نصب. تاني حاجه، لو لقيتي واحده على الفيسبوك كاتبالك على الجروب محتاجه شويه بنات تشتغل معايا وتكسب 15000 جنيه في اليوم نصب. غالبا هتقول لك حاجه ليها علاقه بالتسويق الهرمي والكلام ده كله اللي هو مالوش اي لازمه، تقول لك مثلا هتدفعي او تقول لك يعني هتدفع فلوس وليكن 10000 جنيه تستثمر فيهم وهيجي لك مش عارف 50000 جنيه وحاجات كده هري مالوش اي 30 لازمه. ما كانش حد غلب يا حبيبي. اي مواقع بتقول لك تعمل حاجه معينه او مهمات معينه وتاخد في المقابل فلوس لكل مهمه بتعملها غالبا نصب. لا هو اكيد، مثلا هتفتح اعلانات مثلا تتفرج عليها وكل اعلان تفتحه هياخد عليه فلوس ورصيدك في الاخر هيبقى اول ما يبقى وليكن $100 تقدر تسحبهم نصب. تقرا مقالات، تعمل سيرفي، تلعب شويه لعب، ترفع صور، اي حاجه اي موقع بيقدم لك الخدمه العبيطه دي ويقول لك هتاخد عليها فلوس كتير نصب. وعن تجربه شخصيه بتعمل المهمات دي فعلا وتلاقي رصيدك عمال يزيد، واول ما يوصل للليمت اللي المفروض انت محتاجه عشان تقدر تسحب الفلوس ما بتتسحبش. اي شغلان على اي موقع فريلانس ما تتواصلش مع الكلاينت غير جوه الموقع ذات نفسه. اي حد يقول لك تعال نتواصل بره نصب. فالملخص العام لكل دوت ان مفيش شغلانه تافهه جدا يا جماعه هتديك فلوس كتير جدا. فالشغل لو مش هتتعب فيه التعب اللي يستحق الفلوس اللي هتاخدها في الغالب هتبقى نصب. وبس كده، لو في حد اتنصب عليه باي طريقه تانية او عارف اي طريقه نصب تانية يا ريت يكتبها لنا في كومنت. سلام.